الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد درسون درسي تميت ضباره من دروس شرح كتاب حسن المسلم من أذكار الكتاب والسنة أيضا نقدم بأي دعاء بغلئي الشنات ذكر الرجوع من السفر دعاء سيتي كوريتي تنكسيه ريتي دعاء المسافر إذا أسحر سمع سامع يسمع سامع لماذا بوين ضبط سمع سامع معنى جميبا كشاقني شهد شاهد أحد مرخاتنا غضوياك مرخاتنا غذي بحمد الله على حمدنا الله سبحانه وتعالى على نعمه وحسن بلائه إيو سمع سامع هدي الشيطان معنى جميبا غضاسي بلغ سامع لن ديغي أو هذلكي ديغي أو كان أي ميبا ديرسيي لغيره غير شيء مركز ديرسي وقال مثله ساس أوكل يوسون أري تنبيها على ذكر في السحر والدعاء ذكر الرجوع من السفر ذكر إلى أخرياء مركز سفرك لا كنا غدا يكبر لنك تكبير سد على كل شرف دلعت كست إيو تاك كست ثلاثة تكبيرات سد تكبير ضوض يتكبير سد ثم يقول إن تسكدم إري لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لقبضي والبضنها نمرتي آيبون نحن آيبون ما يبعناها نو خيرها لنغذي أنا راجعون بخير تائبون هانو توب الشاني أنا عابدون هانو عابد وأنا لربنا حامدون هانو مهد نغو أنا لربنا صدق الله وعده إلهي بلنقادي كرون شيغي وإلهي ميبا بلنقادي في إظهار الدين بلنقادك إلهي أسب بلنقادي هي عاقبة متقين تنيا والدايان إلهي سبحانه وتعالى أنت أصغر شيء أو بلنك إلهي قال إلهي كتبه ونصر إلهي انجرجاري عبده دون شيء انجرجاري نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام وهزم إلهي جبي الأحزاب قال ذي إسقر السدين أو إسبح السدين وحده إسوش ليس إلهي جبي حديث كسر الإمام البخاري إمام مسلم هصارين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ما يقول ولا أرو من أتاه لنك إنكوي أمر يسره أرمس فرح قلياس أو يكرهه أما أرمس كهذا ما دوم لك إن شاغي والأذى جيل وكفرح هاس مركز ولا أذى إراس مرنم لك إن شاغي كور والأذى جيل إنه وقف سداس مركز ولا أذى إراس كان صلى الله عليه وسلم رسولك ميهاي إذا أتاه الأمر يسره أرنتي أسفرحة قلياسي هوم أنكويت قال مئراي الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ساسئراي الحمد لله إلهي مهد إسكالة الذي ألقى أسأل بنعمته نعمتي السببتية تتم وكتام نغضاسو الصالحات الأشياء الصالحات أرموف إلى إلهي نعمدي سياك تامنا غضايا الله سمح إسكلا وإذا أتاه الأمر يكرهه أرمت أسكها ذاي أما أرم أسكها ذاو هو رسولكم كوي إذا أتاه الأمر أمركم كوي يكرهه سأمرك أسكها ذاو قال رسولكم إرائي الحمد لله على كل حال مركزت إلهي أمهد إسكلا وإرائي حديث كاس إن السنية هوري من حديث عائشة رضي الله عنها فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم صلى رسولك لك صلي فضل أسلي قال صلى الله عليه وسلم
رسولك إلهي ماري من صلى علي صلاة لنكي هل صلي يصلي صلى الله إلهيك صلي عليه كرشي بها صلاة داسوس يصلي أما صلاة داسوس يصلي سبب تيس عشرا تمنطوك يا إلهي كصلي مركم هو بعض هالمرة رسولك كصلي إذا صلوات ربي وسلامه عليه تمنجر إلهي سبحانه وتعالى كيصلي أبو العالية ماري سيد الإمام البخاري هالنقل صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة وصلاة الملائكة الدعاء صلق إلهي أدونجي كصلي يوم ولبوا أمانت إلهي أدونك سوس أمانو ملائكة بالي صلق ملائكة ولبوا الدعوة حديثك الإمام المسلم يحصاري من حديث أبو هريرة وقال رسولك ماري صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا أموالا قبري قبري عيدا ميل مركزتي اسم فدن إني إيصلي إذن حكا نقن غضاسان أموالا أي لا تجعلوا قبري عيدا تعودون إليه متى أردتم أن تصلوا علي والعيد ميل أري ما يعاد إليه ولا مركزت لن نغض وعيد الأري مركون صلي أنك لكتن مركزتي اسم أني إيصلي إذن هو فدن قبري ميل إسم حكا نقن غضاسان كدكتن وصلوا علي إيصلي ميل كس اسم روكدان فإن صلاتكم صلقي تبلغني هيديري حيث كنتم ميل لما الاسم روكدان هو بإيصلي دان صلقي هيديري إيصلي وحديث كما يبقى الدليل هي أضوء أنت روكدان أفريكادون صومالي روكدان نبي الله محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وحجاز مدينة كآسم هو بعد أن تنكصلي دان إلهي سبحانه وتعالى الدرسية حديث أبو داود أوري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقال صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي ماري إن لله إلهي الله هذه ملائكة ملائك والسياحين في الأرض بالكوك سعدايان يا إلهي لي يبلغوني من أمة السلام يبلغوني ملائكة اسمي بها الدرسيايانا من أمتي أمديه جاء السلام صليها يدير سيايا حديثك بودني وقال صلى الله عليه وسلم رسولك ماري البخيل بخيلك من قفو ذكرت عنده وأنا باليس لإوحسي فلم يصلي علي أو إنك صلي بخيلك مرقوم إيدا بذني انت حديث الله مراي هو بعد ذلك قال رسول الله هو بشبسك هايتي بخيلك لشيء هذا الليل مركز هذا ديكتا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ده رسولك كسلي مربع هذا ديكتا رسولك مغاجي رسولك كسلي صلى الله عليه وسلم البخيل بخيل من أحد يا بخيل أه ذكرت عنده أن باليس لإيشاه فلم يصلي علي أو إن كسلينا الإمام الترمذي هوري من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه مولى علي القاري ماري رحمه الله فمن لم يصلي عليه لانك رسولك انك صلينا فقد بخل ومنع نفسه من ان يكتال بالمكيال الاوفى لانك باليس نبي الله محمد عليه الصلاه والسلام لك شيء ورسولك انك صلينا لانك سي بخيل انا غادي نفتسنا ما يبقى انديدي باقي امام مظالك او دمسترناي اني ولوس انك باقي يديدي فلا يكون أحد أبخل منه لأنه بخل بضغ مجر صلى هو بعض الرسول كهل مركة صلي إذا تمغلك إنك بدله أيك يصلي هاي الله سبحانه وتعالى هل مر الرسول كصلي ياسا تمنجر إلهي كي صلي صلى الله عليه وسلم هذا مركة فضلك سأل أرقى هاي هو الرسول كمركة أدليك ديك دك صلي وايتا بخلك إنك بخل سن أضو وقال صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي ماري إن لله ملائكة إلهي ميل يا ملائك سياحين في الأرض للك كوري غيان وصعدايان ساحة في الأرض إذا ذهب فيها يبلغوني ملائك تسمي بها إدير سيايان من أمتي أمديه جي السلامة سلامتها إدير سيايان كما يقولون مبلغ قاضي بوري ونبي الله محمد عليه الصلاة والسلام صلق يا سلام تلا سلامه ينمي بوري هاي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
حديث كاس الإمام النسائي حاكم يهوري من حديث عبد الله المسعود رضي الله عنه وقال صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي ماري ما من أحد ضف مجر يسلم علي وأنا مركز السلامه إلا هديجر رد الله قد رد الله علي إلهي وابها إنغي روحي نفتي أما روحي إنغي إي قبل ذلك حتى أرد عليه السلام سلامتنا مركز كنغي الإمام العظيم الأبادي مأري كتابي عن المعبود قاعدة عربية ميبا شاقاسي جملة حالك إيه هو مركز فعل ماضي أولنك بالأوضة قد يلهن قدره أو جاءوكم حصرت صدورهم أي قد حصرت صدورهم حديثكم نصاص أوكلوه ما من أحد يسلم علي إلا رد الله ما يلهن قدره قد يلهن قدره حديثكم مركم عني جميبا نغذي أو ديلها قدره ما من أحد يسلم علي إلا قد رد الله علي روحي قبل ذلك مجرى لان السلام إلا هدجرى إلهي سبحانه وتعالى روحي هاي نغي إن تؤسي إن سلام نكهرب بنولي رسولكم عليه الصلاة والسلام الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون نبيالك النوليين قبورتي يهواله وديك تكذايا مركم إن تؤسي إن سلام نب إلهي هاي نولي وأرد عليه سلام تسوس سلامي هو بعد أرتى السلام عليك يا رسول الله رسولك سلام تسيك قاده ما من أحد قف مجر يسلم علي وإسلامه إلا هدجر رد الله علي قد رد الله علي روحي إلهي نفتيها إنك إن تسي إن سلام أنك هرب حتى أرد عليه حتى رسينا التعليل مئه وتي عطفه أوكل وأوكلك ديكنت حتى أرد عليه وأنا كقاضي قرجي السلام سلام تيسي سلام يعني إنك النغي حديث أبو داود هوري من حديث أبي هريرة إفشاء السلام سلامتين اللفافي السلام عليكم ورحمة الله إن اللبدي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي ما أري لا تدخل الجنة جنادا مقلاسان حتى تؤمنوا إلى إسنك رميتا إيمان وصح إيه إلى لسنك كهلاو ولا تؤمنوا إيمان صح نميسن كهلاو حتى تحابوا إلى إسن إسك جيلتان هو بدأت كيو إسنبين إيمان كيفي لها يقل بجوكم وقوم أولا أدلكم سنتسيي على شيء وال إذا فعلتموه حديث صوبذان تحاببتم إسجيل الأسان هاو أفشوا السلام بينكم سلام تدتين فافية حديث إمام مسلم يا حساري من حديث أبي هريرة سيد أرمو ديالس كهيري ولبوها سلام إيمان إيو جنة قلوشة جنة إلى إيمان لك هلا ملقاو إيمان كي ولا شيء نومي بكمدة سلام تو الله بدي لأن ألا لأنك إذا لكلون تو مسلم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله سلام تصوب هذا بدي إذا ما يبقى كذا لذا إني لس جيلا إس جيلا أنت أصلا ما يبقى كمدة علامات كإيمان ككمدة لا تدخل الجنة تجنا هذا ما قلاسان حتى تؤمنوا إلى إسم إلهي رسول جي آخرك رميتان ولا تؤمنوا ما نمر رميسان حتى تحابوا إلى إسم إس جيلة وأن ولا لنك بهي لنك مسلمك ولا لي مسلمك ولا الله ولي بن نفتس للجيل إن يوسي للجيلة أولا أدلكم سنتسيي على شيء والإذا فعلتموه حديث صوبدان أما هو بس صوبدان تحاببتم إس جيلة داسان أفشوا السلام بينكم سلام تبتين هاي تفافية لان الله لانك بعض الله كلنت لانك هذا كساس لانك هذا كسانة بالسلام رسولك مري عليه الصلاة والسلام ثلاث أي ثلاث خصال سيد أرمود من جمعهن لانك كلمي فقد جمع الإيمان إيمانك يا كلمي لانكاسي فقد جمع الإيمان أي فقد جمع فضائل الإيمان وخصائله لأنك سيمي بكلمي إيمانك إرموج إفضائش سكلمي سديد اسمي هايين الإنصاف من نفسك نفتا إني هذا كقرص وركرت
gardorada inay adqirado korto gifka inay ada sheegado korto meela ada ku xunto hoblki buraraji inay ogaado korto taas oo liba aranta koowaad waa taasna mu koyeysa ilaa lanka xuquuqda ilaahay isu ku waajib isu gudoodo xuquuqdi khalqiga ilaahay kala hayaan isu ku gudoodo tan lamaad waa badlu salaami salaanta in limbi oo la salaama للعالمي اي لجميع الناس تدك دمانتي اني لا سلام لانكاس اد لو كلنت كي اد كاساس اي كان اد كاسانه بين ادرت السلام عليكم ورحمه الله اي والانفاق والديبو من الاقتار ولا ير اد هايسته اني ولد كديب الانفاق من الاقتار او مثلا عريري دريما هيت ولا نكيرين ارزاق داس الهي كسي اني ولد كديب او غيرنا hangali ba iyiriin sidii aslan kale kala rasuulku maali alayhi salaatu wa salaam iiman ka fadaaishi sa kulun sidi al-imam al-bukhari hadith ka wari min hadithi min athar an amar ibn yasir radiyallahu anhu wa an abdullah ibn amr radiyallahu anhu anna rajulan saala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam laa rasuulku waydi ayyul islam khairun islam ka ka an fayla اي الاسلام خير اي آداب الاسلام اما اي خصال اهل الاسلام خير اسلام كهل دي ارميو صوبيايان ارسان كفيل قال رسولكم عليه الصلاه والسلام تطعم الطعام راشينك يدك سياس او ددك ان ويرسي غوري صوبياس ددك قودياس كو وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف وانا السلام اس لانك ادكست لانك انكسني بدكن ودا سلام اس لمداس ارمود خصال اهل الايمان هان كف فيلك مدين لانك اني اسنقد لان مرت قاد بدن او انت غرو راشين كسوبي ددك ولا ان مسلمين تا غارهان ددك با انت اسن وير نولايو غرو سيو يو ددك سلامت اني اسباد او لانكو سكاسو الى لانكان كسانه والسلام الامام البخاري حديث كوري كيف يرد السلام سلامته دساس نبور يحي او شرعه فريولي وسلامتي الهي قران جي كشغي رسولكنا اداي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سلامتي اسلام كاتاس بريدانا اي هرغلينا هودي هودي انت اسوالي وسلام اسلام ايو سلامك المد iyo amin fayl ee hira fayl warsaga way ka darsado kor laakiin salaanta sharciiga walba ma ka deegaastaas salaanta saxda ah waligu waa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh hadilanka assalamu alaykum ka gaab sidoona salaan sharciiga faylo assalamu alaykum wa rahmatullahi lanki arya ka fadlo badan assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kan arya usun kaasna ka fadlo badan kayfa yaruddu salaama ala al ka رسولك عليه الصلاة والسلام إذا سلم عليكم أهل الكتاب أهل الكتاب هو يسن سلامان فقولوا إراء وعليكم إراء السلام عليكم أما السلام عليك يك إري قالك وعليكم ميلانسوا بسلو ماش ويو إذا نبضنا أين أهل الكتابك ميسك لكاينا وليوك سلامها ين وانا كأنكاريا رسولك عليه الصلاة والسلام عائشة مرتي كح ويهودي رسولك عن قلن مركز مرين السلام عليك السلام عليك كو الله كسيو ميلان ملاي السلام عليكم عائشة مركوم مرتي ففهمتها وركيو وذان انت رسولك عبارها يعني فهمي مركزاني مرتي عليكم السلام واللعنة لما شئي اللعنة اسم كركين هاطي رسولك مركز مرتي مهلا يا عائشه عائشه ترتيب مركاسا فان الله يحب الرفقه في الامر كله الهي ميب جيليا ترتيبته يو دمرنتي الهي جيلي والكست يهودو يا ددك يهودا رسولكم كوين حوار عائشه حواركي يا ولا كولاليت رسولكم الى ترتيب سو كولالك اسك داف ان الله يحب الرفقه في الامر كله عائشه مرت فقلت يا رسول الله أولم تسمع ما قالوا والآن ولا يعلم ديقنا ما هذا رسولك مري عليه الصلاة والسلام فقد قلت وعليكم أنا ديقي أنين مري وعليكم يا أبي مركو ولا يوها وذين يو إلهي كنغا سبحانه وتعالى
الدعاء عند السماع سياح الديك ونهيق الهمار. الدعاء دعاء للأخرياي عند سماع سياح الديك ديك ديك ويرودي مركل بيجا ونهيق الحمار يا دمارك قليدس مركل بيجا ولا لا أرود دعاء لآخر يوم. رسولكم عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم أو بسنديقدان سياح الديكتي ديجي أي لدي صوبي سنديقدان فاسألوا الله إلهي ويدي سدا من فضله إلهي فضله ويدي سدا فإنها ديجا رأت ما بأرقتي ملكا ملائقة أرقت. وإذا سمعتم أو بسنديقدان نهيق الحمار دمارك قيلدي سو اسندقدان فتعوذوا بالله إلهي كمغن غلا من الشيطان إلهي الشيطان كمغن غلا فإنه دمارك رأى شيطانا شيطانا أرق. مركان ديق هو ودنت سدندقد خير يا ملائكه أرقي إلهي نحرستيس يا فضلك يا جناديس ويديسوي دمرنا هو بعد دقد قيلديس شيطان أرقه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ده حديث كاس الإمام البخاري هوري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. سياح إيو نهيق قيل الليو لكن لغة عربية ولبو اللغة أو إيد واسع أو ولا أن ويردن أما قيل إرانا حيوانات كشلب دل لغة عربية متكست ككست ما يبغى لأن استعمالها س أو كلمة أنقارة وان استعمالها س دورذي إيو ديجي ما يبغى استعمالي سياح دميركن ما يبغى استعمالي نهيق لودي أكل ميلان استعمالي خوار فريسكي أكل ميلاري سهيل إيو ساس أكل تيسيق إيو برامبرادة إيو طنين ولا نوان ويردن ليو ككستن مغا قارة واللي بلبل كأو تغريد أكل إيغ أكل عواء ما ذيبقة. الدعاء عند السماع نباح الكلاب بالليل إيون وكس نباح قيل ذي لين الدعاء دعاء لأخريه عند السماع نباح الكلاب إيو قيل ذي ومر كل ذي بالليل همينك. ماري رسولك عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم هو بيسن ديقدان نباح الكلاب إيو قيل ذي إيو نهيق الحمير إيو دمير قيل ذي بالليل همينك فتعوذوا منهن إلهي كمغنقلا شياطين فإنهن يو أيو إدم رب يرين ما أرجعنا ما لا ترون ولسن أرجعن أو شياطين أرجعها يانا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ده أبو داود هوري حديثك من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. الدعاء دعاء لمن سببته لنك أذا آيت دعاء لمن دعاء ياس. قال صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي ماري اللهم إلهي يو فأيما مؤمن لنكست أمومن سببته أنا آي فجعل إله ويل ذلك آي تنتاس أو له أنا ذلك آي تنتاس أنا آي له سمي بانكو ولس قربة إليك يوم القيامة طاعة دواش قيامة لكن كروا ذو كوال. عبدك الإمام البخاري هوري إمام مسلم من حديث أبي هريرة. القاضي عياض مير رحمه الله تعالى ما يبسر تواسي مركي رسولك أسلي عليه الصلاة والسلام إله يو لنكست مؤمن أنا آي أو آي تنتاسي إني لن لجيدة دعاء غير مقصودة وأنا لن نييسن رسولك عليه الصلاة والسلام لن نيوس مركاز توسن آي أو مؤمن منقصد لكن ما يبقى ريك إني أتم ما جرى على عادة العرب في دعم كلامها وصلة خضابها عند الحرك عربت وليبوها مركيو هذا الآيان هذا لا أمي بجرى ظاهر كنا عنا أما حوار أما آية أنك لكن مقصود هاين مثلا إني لا أرى عقرة حلقة يطرود يمينك يثكلتك أمك ولا لمتك أو جهة إيو قبل ما أنا بيل أراه يتأمر كاس لنكون إني جهة قبل ما أنا أنفضها إنه أكله وعربك إسكبرده تسألي كرت ورسوله مركوم يبقى أبصري أرن تاسي إني قدرك إلهي الرامبه قدري إني وافقه كرت مركاس إلهي ما يبقى توجي جل جلاله لان الله لان كم مونع أو مركاس أس أفدي ولا أس كأري أسون مركاس دواتدس أنفضانا قربي دواشي إلهي أس كديك ما أنت قيامه.
حديث كاس أهوري الإمام البخاري ما مسلم من حديث أبي هريرة ما يقول المسلم إذا مدح المسلم ولا أرى لنكم مسلم كه لن مسلم أدوس أمانه لن أمان تفضائت ما رأس قال صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي ما رأي إذا كان أحدكم لنكو كنه بأسيي مادحا كو أمانه صاحبه صاحب كيس الله محالة الله مارمان بأته بلنكوس أمان تيسوس إنس قد فكرنا فليقول هيروي أحسب فلانا هبلو ملاية والله حسيبه إلهي كفلنا ولا أزكي على الله أحدا لغن إلهي طاهر يوم لا إله لنكو أنك براي فيليا لن أنا روم لا هبوس مركاسي خير ملاية وإروي أحسبه ساسا ملاية لنكم أهل خير ملاية إلهي أو أغي أنا لن إلهي من تسكي يوده أمساس إره إن كان هبوس يعلم ذلك أن تاسكو أغ ما يبقى ملاية كذا وكذا إن كان يعلم ذلك وجملة معترضة أحسبه كذا وكذا ساء ملاية أهل خير ملاية لم فيلاء ملاية إلهي أو أغ ساس إره هوب مركاس خير كاس أغك أغد ساس إراس حديث كلمان مسلم هوري من حديث أبو بكر مركان من الذي الدنيا لنكون إني هذا جويت لنكون رجينا أهل خير واي لمؤمن كامل الإيمان يو أذين مؤجيد لنكون قلب جي ولا كجر الله سبحانه وتعالى يا أك مركون هذا مال الله يوم يبدي كرت لنكون ظاهر جي وناق إنك موغض إلهي سبحانه وقلب جي والكلم يسكوجي مركون ما بلا تحسبه كذا وكذا والله حسيبه ولا أزكيه على الله ساسا ملاية إلهي أنا أوك إلهي أنا كفيلا أما أنت مركون أحاديث ما بها أرورتي أو تلماماسا لنك هرتيس إني لنك أمانا لنك رسولك باليسا لنك أمان رسولك ميري ويحك قطعت عنق صاحبك صاحبك قرتك قويتي أحاديث كلمة بها أرورتي أو تسياسا لنك هرتيس إني لك أمانك الإمام النووي ميري رحمه الله تعالى ما بلك جمعي نهي ما بلك هم باري لن كذا أمانه يتوب هذا كبد بديده مرتبدي وسلها هذا نفسه أرن تسمين نقداس تود مذمومه ونقداس أما لن كهب لن كأبسدو أما أنت هذا أمانه يت إني مركزي يكون بارت غرور كتسوما لبعتنا نقداس أو مركزي كبد بدين الله هنا لن كنا مركز كتسوما أنا ما رأي الإمام النووي بناؤه بل هدي خير كنا لذو إني مستحب هتوبا ديا سير ما يقول المسلم إذا زكي هذا آخره والله أعلم.